الحمد لله رب العالمين يا رب. أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وقل لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصر الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فطلق عليه سيف انتقام. اللهم ارفع راية التوحيد، اللهم ارفع راية القرآن. اللهم اجعل هذا الشهر الراحل الكريم شاهدا لنا لا علينا. تقبل فيه صيامنا وقيامنا وصلاتنا وجميع اعمالنا. اللهم اجعله شهر نصر لأمة محمد. فرج الكروب واغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب، اللهم قنا شر خلقك، اللهم قنا شر خلقك. اللهم اجعل شهرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل شهرنا على من ظلمنا. اللهم اعن الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. واشهد ان لا اله الا الله. اسمع اليه، اسمع اليه وهو ينادي في الحديث القدسي الجليل فيقول، يقول مولانا جل جلاله: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضبي، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري، واشتد غضبي على من وجد منصورا مظلوما، اشتد غضبي على من وجد مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. إلهي، يا إلهي، يا من تنادي على العباد أجمعين وتقول: يا عبادي، يا عبادي، لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله الله. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. يا إلهي،
يا إلهي فيدركني ضيم وأنت ذخيرتي. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأهرم في الدنيا وأنت مصيري. إلهي اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة. أسألك وأنت تعلم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أسألك أن تجعل العزة لأمة حبيبك محمد. اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة، وأنا العبد الفقير بين يديك. أسألك، لا أسألك نفسي ولا أسألك مالا ولا أسألك جاها ولا أسألك منصبا من مصائب الدنيا ومناصبها الزائلة. أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. انصرنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. اسمع الى سيدنا وهو يحذر الظالمين من دعوة المظلومين فيقول، يقول السيد الجليل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله جل جلاله ذاته ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لننصرنك ولو بعد حين. تفتح لها ابواب السماء. من الذي يستقبلها؟ الله، الله ذاته، الله ذاته يستقبل دعوة المظلوم ويفتح أمامها جميع أبواب السماء ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ابن آدم، يا ابن آدم،
لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك تنام عيناك تنام عيناك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم الظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك تنام عيناك يا ظالم تنام عيناك يا ظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أنا اليوم على موعد مع سيدي أنا اليوم على موعد مع سيدي مع أستاذ الإنسانية الأكبر وقائد المسلمين الأعظم وصاحب الرسالة العصماء محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أسأله سؤالا ويجيب على السؤال بجواب شاف كاف واف، فما هو السؤال وما الإجابة؟ أيها السادة الأعزاء، مع الظرف 9:10 انتقل بحضراتكم الآن إلى معلمنا الأكرم، إلى مرشدنا الأعظم، إلى النبي الكريم العظيم المصلح الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، والفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط بين معصرة الأموات إلى شرف الله رب العالمين. إليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله يا سادة يا كرام، لو علمتم فائدة الصلاة على رسول الله ما كفت الألسنة عن الصلاة عليه. اسمع إلى الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال كفى الروح محمدا على ما هو أحسنه فقد أتعب 70 كثير كتبت الملائكة يكتبون له ثوابها 1000 صباح. جزى الله عنا محمدا ما هو أحسنه. هذه الكلمة لو قلتها فإن 70 من الكرام الكاتبين يظلون يكتبون لك ثوابها 1000 صباح. تعالوا أيها الإخوة، وقبل أن ألف الباب على رسول الله أقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله، الله تعالى وضع آيات الدعاء بين آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، أين موضعك بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ أسأل السيد الجليل، لماذا وضعت هذه الآية بين آيات الصيام؟ وهنا يبتسم الرسول ابتسامته المعهودة، لقد كان ينساب في أخلاق أرق من النسيم، وأنظر من صفحة الروض الوسيم، ويجيبني قائلا: أرى لا تعلم أن هناك ثلاثة لو فعلت لهم دعوة؟ ثلاثة لا ترد لهم دعوة. اسمعوا إجابة رسول الله، اسمعوا إجابة النور الهادي، اسمعوا إجابة الرجل الذي خرج في جامعته أعظم الرجال، اسمعوا إجابة الرجل الذي تخرج في مدرسته المصلحة العظيمة كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحلي الكريم كعثمان، والعبقري الشاب كعلي، والفيلسوف البارع كسلمان، والمدرس الخبير كابن عباس، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد. اسألوا التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات أمريكا ولا أوروبا، إنما تخرجوا في جامعة عميدها المصطفى محمد. نعم نعم يا سيدي، ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الصائم، الصائم له عند الله دعوات مستجابات ما دام صائما. يؤكد هذا الحديث ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وما نطق به الفم الشريف فم رسول الله، حيث يقول: ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. دعوة ما ترد، دعوة الصائم الله لا يردها، الله يفتح لها ابواب القبول، الله يستجيب لصاحبها. وبعد دعوة الصائم تأتي دعوة الامام العادل، والمقصود بالامام هنا هو ولي امر المسلمين اذا كان عادلا. ولذلك اسمعوا ما جرى لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. ماذا جرى لسعد؟ كان سعد حاكما على بلاد العراق من قبل امير المؤمنين عمر، وقدم اهل العراق فيه شكوى الى عمر، يقولون فيها: ان سعدا اذا صلى بنا لا يحسن الصلاة. افتراء على الله، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. اهل العراق اشتكوا سعدا الى امير المؤمنين عمر، وكان عمر قبل ان يسمع باذنيه يرى بعينيه. لم يكن عمر رجل تقريرات ترفع
لم يكن عمر يفتح عينيه للقيل والقال، لم يكن عمر يفتح اذنيه للوساخ لم يكن عمر رجلا يسمع باذنيه ثم بعد ذلك يصدر الاحكام بناء على ما سمع، انما كان عمر رجلا ينفذ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الظلم ظلمات يوم القيامة. لم يكن عمر يسمع بأذنيه، انما كان عمر يرى بعينيه بعد ان يسمع بأذنيه. عمر الذي بلغ من خوفه من الله انه كان اذا جلس مجلس القضاء ليفصل بين الخصوم كان يرفع الجلسة فجأة. لماذا؟ ليتناول كأسا؟ لا. ليشعل سيجارا؟ لا. ليلعب دورا من الطاولة؟ لا. كان يرفع الجلسة فجأة ثم بعد ذلك يفتح المصحف ويقرأ فيه 5 دقائق ثم يعيد الجلسة الى الانعقاد، فيقولون له: يا امير المؤمنين، اترفع الجلسة لتقرأ القرآن ثم تعيدها؟ فقال لهم عمر: نعم ارفعها لاقرأ القرآن، لانني اخشى ان يشكوني هذا المصحف الى الله يوم القيامة ويقول: يا ربي ان عمر اتخذني مهجورا. مهجور؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اين نحن؟ اين نحن الان؟ اين نحن؟ عمر الذي لما مات رآه عثمان في المنام بعد موته فقال له: يا امير المؤمنين، ماذا قلت للملكين في القبر؟ فقال له عمر: لما جاء الملكان واقعداني للسؤال سألتهما قائلا: من ربكما؟ عمر، من يباري ابا حفص وسيرته؟ او من يحاول للفاروق تشبيهه؟ عمر الرجل الذي صنعه الله على عينه، لم يكن يسمع باذنيه ثم يصدر الاحكام بناء على تقريرات، وهل ضاعت البلاد الا من التقريرات؟ ما زلت اذكر ايها السادة، ما زلت اذكر انه في سنة 68 1900 وقف احد مراكز القوى وقال للمجتمعين ان الجامعة عندما قامت بالمظاهرة كان وراءها وكان يقودها الشيخ كشك، وكان ذلك في شهر فبراير 1968 وكنت يومها في سجن صرع. كنت يومها اوضى رقم 3 عند الرقم 4 في سجن صرة.
فقال له احد المستمعين وكان صديقا مخلصا لي: اتعرف الشيخ كسك؟ قال: نعم. قال: هل رأيته؟ قال: نعم. قال له: رأيته اين؟ قال: رأيته يركب سيارة في شارع العباسية ويقود السيارة بنفسه. تقريرات. الشيخ كسك يقود مظاهرة وهو في سجن فرع، ويركب سيارة يقودها بنفسه. والله يعلم انني قد اكرمني الله بفقد البصر حتى لا ارى وجوه الظالمين، انسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له الا المش، ولا ثياب له الا ثياب مرقعه، ولا يدخل دورة المياه الا كل 12 ساعة مرة، ومع ذلك قاد مظاهرة. ذكرني ذلك بمثل روي في بني اسرائيل. كان رجل فقير من بني اسرائيل يجاور رجلا غنيا، وكان عند الغني فرس وكان عند الفقير بقرة، فولدت بقرة الفقير عجلة، فقال الغني: ان هذه العجلة بنت هذا الفرس. فقال الفقير: اي شيء جرى لك يا سيد؟ الفرس تلد عجلا؟ قال له: وماذا يمنع؟ اذا فلنتقدم الى القضاء. فذهب الغني والفقير الى القضاء، وتقدم الغني برشوة الى القاضي كما كان ذهب بني اسرائيل، فوضع القاضي الرشوة في جيبه ونظر الى الفقير وقال: حكمت المحكمة بان العجلة بنت الفرس. فقال الفقير: كيف هذا يا سيد القاضي؟ قال له القاضي: اما رايت عينيها تشبه عيني الفرس، اما رايت ارجلها اربعه وللفرس ارجل اربعه، اما رايت اذنيها تشبه اذني الفرس فهي بنت الفرس بحكم الوراثه. واستانف الفقير الحكم وذهب الى قاض ثان فارتشى وحكم على الفقير بان عجلته بنت الفرس. وتقدم الفقير الى الاستئناف العالي الى محكمة النقض، ووقف الغني مع الفقير وحاول الغني ان يرسي القاضي، فقال القاضي: اني اخاف الله رب العالمين. وعقدت الجلسة واذا بالقاضي يقول: اعتذر اليوم عن نظر الجلسة. قال الغني: لماذا؟ قال القاضي: لانني اشعر ان دم الحيض قد نزل علي الان. فعجب الغني وقال: ايها القاضي، اينزل دم الحيض على الرجال؟ فقال له القاضي: وهل تلد الفرس عجلا يا؟ وهل تلد الفرس عجلا يا عج؟ الظلم ظلمات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا. ان عمر لم يكن يسمع باذنيه انما كان يرى بعينيه.
كان يرى بعينيه انه رأى هذا المقدح لو عثرت بغلة في العراق لسأل الله عنها. بغلة لو عثرت بغلة في العراق لسأل الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. الله الله. صلوا على من علمه وصلوا على من رباه وصلوا على من هياه للحب. عمر لم يكن رجل تقريرات، انما كان عمر رجلا يقف على الحقائق بنفسه. اتدرون ماذا كان شعار الحكم في عهده؟ اسمعوا ماذا كان شعار حكمه. كان شعار الحكم في عهده رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. عيوبي اهداها الي. اعتبر ان العيوب هدية. هدية غالية. ما كان يضيق صدرا بالامر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر. بل ان رجلا اشترى منه عمر فرسا، وبعدما ركبها ليجربها اصيبت بعرج في احدى ارجلها، فاراد عمر ان يرد الفرس الى صاحبها، فقال له الرجل بكل جرأة وبكل قوة: اما ان تأخذها واما ان تعيدها سليمة كما اخذتها. من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع ان يقول هذه الكلمة لغفير نظام مصر؟ لغفير نظام في مصر: اما ان تأخذ الفرس كما اشتريتها واما ان تردها سليمة كما اخذتها. يقول هذا الكلام لمن؟ لامير المؤمنين. لامير المؤمنين. لامير المؤمنين عمر. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوق. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوق. يا معشر السادة، ان في السماء مملكة. ان في السماء مملكة. ان في السماء مملكة على عرشها رب العالمين مكتوب على هذه المملكة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. من المنتقم؟ من الجبار؟ من الملك؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من مالك الملك؟ من صاحب العزة؟ من صاحب المملكة؟ من صاحب القوة؟ وحد الله. إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقي. انظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقي. انظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقي. يا معشر السادة، وارسل عمر رجلا من رجال مخابراته الاسلامية يسمى محمد بن مسلمة، كان رئيسا لقلم المخابرات الاسلامية في ايام امير المؤمنين عمر، ارسله الى اهل العراق ليحقق في تلك الشكوى. وسأل ابن مسلمة: يا اهل العراق، ماذا تقولون في سعد؟
فسدته، وتلك طبيعتهم. ماذا تقولون في خال رسول الله؟ ان كعبا هذا خير المصطفى، خاله. كان النبي اذا راه يقول هذا سعد خالي فليرن امرؤ خالقه، كان يفخر بخمولته، يفخر بانه خال. ما تقولون في سعد؟ فقام رجل من وسط المصلين اسمه اسامة بن قتادة وقال يا ابن مسلمة انني اتهم سعدا بثلاث تهم. سعد لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسرية. لا يسير بالسرية يعني لا يقود الجيش جهادا في سبيل الله، ولا يعدل في القضية يعني انه ظالم في القضاء، ولا يقسم بالسوية يعني انه ظالم في قسمة الغنائم. والله يعلم انها تهم كلها باطلة، وليس هناك اثقل من السماوات والارض الا تهمة المظلوم. تهمة المظلوم عند الله اثقل من السماوات والارض. فماذا فعل سعد؟ سعد كما علمنا فيما مضى كان مجاب الدعوة، فتوجه الى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فاعط العمرة واعط الفقرة وعرضه للفتن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اتق دعوات المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، وحد الملك الوحيد. اتق دعوات المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قال سعد: اللهم أطل عمرة وأطل فقرة وعرضه للفتن. وفتحت أبواب السماء أمام دعوة المظلوم سعد، واستقبل الله الدعوة بنفسه، وعاش هذا الرجل الذي اتهم سعدا حتى انحنى ظهره وحتى احتوجب وضعف بصره وسقط حاجباه على عينيه، فكان يقف في الطريق ويمد يده للسؤال يسأل الناس احسانا، فاذا مرت به امرأة رمزها باصبعه فيقول له الناس: الا تستحي ايها الشيخ الكبير؟ فكان يقول: ماذا افعل؟ انا شيخ كبير اصابتني دعوة سعد. ايها السادة الاعزاء، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوة الامام العادل، دعوات مستجابات. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله يوم كان يسير ليلا ينفض الليل عن القعود المخبوعة، ووجد امرأة تشعل النار وعلى النار قدر وفي القدر ماء وفي الماء حصى، وحول المرأة ثلاثة أطفال، أحدهم يقول: أمي أكاد أموت جوعا، والآخر يقول: أمي ارحمي مني الضلوع،
والثالث يقول امي الا احظى باكل قبل ما امضي صريعا. وقف عمر البرد قارس والليل مدلهم وامير المؤمنين امام نار الدنيا يسأل المرأة العجوز ما تقولين في عمر؟ فقال الله الله في عمر، اشكو عمر الى الله رب العالمين. وهي لا تعرفه، لا تعرف من. اسمعوا اسمعوا الى الحكم في الاسلام. الحكم في الاسلام ليس تشريفا انما هو تكليف. الحكم في الاسلام ليس منصبا وليس مظهرا وليس منظرا وليس وضحة، انما الحكم في الاسلام خوف من الحاكم الاعلى، من الواحد القهار جل جلاله. الله الله في عمر. وكأن هذه الكلمة سيف بصار او سهم مريش نفذ الى كبد عمر، فقال لها وما ذنب عمر؟ ايعلم حالكم؟ فقالت له ايالي امرنا ويغفل عنا، ايالي امرنا ويغفل عنا. واذا بعمر ياخذ السهم الثاني ويتوجه مع عبد الرحمن بن عوف الى وزارة التموين الى خزائن الدقيق والسمن والعسل، ويقول لحارس الخزائن، يقول لحارس المخازن: احمل على فخري هذا الجوال من الدقيق. فيقول له الحارس: احمله عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال لا احمل علي. قال له الحارس: عنك ام عليك؟ قال له عمر: سكنتك امك، احمل علي. انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. لا اله الا الله، لا اله الا انت تحمل علي، تحمل علي. أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ وحمل عمر الدقيق على فخره والسمن والعسل في يمينه، وصار في شوارع المدينة كان له حمال في باب الحديد. سار في شوارع المدينة الخليفة الراشد، الخليفة الذي كان يقول بأعلى صوته لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة الا واحدا، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. تحمل علي. اسمعوا اسمعوا هذه النماذج التي تخرجت في مدرسة سيدنا محمد. ويجلس امام النار والدخان يتخلل لحيته ويضع الدقيق على السم ويضع العسل عليهما ويقدم ذلك كله لليتامى بيديه، يضع لهم الطعام بيديه، فتنظر اليه ام اليتامى وتقول له: والله انك احق بالخلافة من عمر بن الخطاب. سبحانك سبحانك، عمر احق بالخلافة من عمر، عمر احق بالخلافة من عمر. عمر بن الخطاب
احق بالخلافة من عمر بن الخطاب، انت احق بالخلافة من عمر. ولم يكتفي عمر، بل قال لها: يا أمة الله، اذا كان الغد فأتي الى عمر فسوف اكلمه بشأنك. واختبأ وراء صخرة والبرد شديد، وقال له عبد الرحمن بن عوف: يا امير المؤمنين، هلم بنا الى البيت فقد اشتد البرد. فقال له عمر: والله لا افارق هذا المكان حتى اتركهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. كانه مسؤول عن ضحك الرعيه وبكائها. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. كانه مسؤول عن دمعة العين وابتسامة الفم، فاعتبر نفسه مسؤولا عن كل دمعة تنزل من عين احد الرعية. لان اليتيم اذا بكى اهتز عرش الرحمن، ونادى الله تبارك وتعالى: يا جبريل، من الذي ابكى؟ هذا الذي راه تحت التراب. من الذي ابكى اليتيم؟ من الذي يبكى اليتيم يا جبريل؟ ولذلك اذا مسحت بيدك على رأس اليتيم برفق وحنان كتب الله لك بكل شعرة في رأسه حسنة. اليتامى خير البيوت عند الله، بيت فيه يتيم مكرم. قال عبد الرحمن بن عوف: وذهبت مع امير المؤمنين لاصلي الفجر، فوالله ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من فم عمر من شدة بكائه في الصلاة. ليلة ليلة، ليلة ليلة، ويوم ايوم، لان عمر رأى مظلوما، رأى اطفالا يبكون من الجوع. وجاء الغد، وجاءت ام اليتامى الى مبنى القيادة، الى مبنى القيادة العمرية الفاروقية، ودخلت فوجدت رجلا بين رجلين: ابن مسعود يقول له: يا امير المؤمنين، وعلي بن ابي طالب يقول له: يا امير المؤمنين. وتأملت المرأة في هذا الرجل فوجدته نفس الرجل الذي كان عندها امس، والذي اعطته درسا في الحكم لا ينتهي. الله الله في عمر، ايلي امرنا ويغفل عنا؟ فقال لها امير المؤمنين: لا عليك بأس يا امة الله، اتدرين لما ارسلت اليك؟ قالت: خيرا يا امير المؤمنين. قال لها: بكم تبيعين مظلمتك؟ لا اله الا الله. بكم تبيعين مظلمتك؟ وهل انت ظلمتني؟ الم تحضر لنا الدقيق والسمن والعسل؟ الم تطعم اطفالي بيدك؟ الم تجلس معهم حتى ابتسموا بعد البكاء؟ ما المظلمة؟ قال لها عمر: لابد ان اشتري منك المظلمة من مالي. دفع لها 600 درهم، وجاء برقعة وكتب عليها بعد البسملة والصلاة على رسول الله: أما بعد، فقد اشترى عمر من أمة الله هذه المظلمة ب600 درهم، وشهد على عقد الشراء عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب. ثم سرى المظلمة واحتفظوا بها، وقبل أن يموت قال لهم: ضعوا هذه المظلمة بين كفني وجسدي حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله. لا إله إلا الله. هذا هو عمر، وتلك دعوة الإمام العادل، وهذه دعوة المظلوم، وذاك دعوة الصائم. هذه دعوات مستجابات، مستجابات. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا،
فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبع يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا معشر السادة، رمضان اوشك ان ينتهي، التمسوا ليلة القدر في العشرة الاخرة من رمضان. ايها السادة، لا يليق بنا ابدا ولا يجمل بنا ان نشتري عقودا اسمها عقود الصلاة. نص العقد كما يلي: اتعهد انا فلان الفلاني ان اصلي لله تعالى شهرا كاملا 29 يوما او 30 يوما هو شهر رمضان، وبعد انتهاء هذه المدة وفي يوم اول شوال لست ملزما بالصلاة لله، وسامسك العقد واكون خالي للطرف من الصلاة. ايها السادة، ان الله تعالى لن يتنازل عن العرش بعد رمضان. ان الله هو الله، هو الدائم بعد فناء خلقه. فلا ترجعوا بعد رمضان مدبرين على الاعقاب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واعلموا ان الاسلام في خطر. الاسلام في خطر. اقول هذه الكلمة وانا اعرف وزنها وقدرها ومداها. ما خطفت خطبة الا وجاءني بعدها استدعاء، ولست ادري هل الامن شنودة يرسل الى احد القساوسة باستدعاء اذا خطبت الكنيسة، لست ادري. لماذا العنف كل العمر على المسلمين؟ لماذا؟ لماذا؟ وانا اعلم انني ما شئت عن كوني داعية الى وحدانية من لا اغفل ولا لا ولا انسى ولا انسى يوم قال لي احد المسؤولين: اصعد المنبر واقرأ قل هو الله احد ثم انزل وصل بالناس. سيادته يريد ان يعطيني درسا في الترتيب وهو قد لا يصح قراءة الفاتحة، قد لا يعرف فرائض الوضوء ما هي، ولكنه يجلس مجلس الموجه. فقلت له واكد لك انني لو فعلت ذلك، لو قرأت سورة قل هو الله احد ثم نزلت وصليت، فسوف ترسلون الي استدعاء. قال: فيما نسألك؟ فيما في قل هو الله احد؟ قلت له: نعم. ستسألونني وتقولون لي: لماذا تقرأ قل هو الله احد وانت تعلم ان في مصر قوما يقولون الاب والابن وروح القدس؟ انت تريد فتنة طائفية، انت تريد فتنة سياسة الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل، فقال الذئب للحمل: لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل: يا سيدي، الماء لا يجري في العبالي. فقال له: ألست أنت الذي شتمتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل: أنا ابن 6 أشهر، لم أولد إلا منذ 6 أشهر. فقال له الذئب: إذا أبوك هو الذي شتمني؟ قال له: لقد ولدت يتيما. قال له: إذا عمه؟ قال له: ليس لي عم. قال له: إذا جدك؟ وانقض عليه فأكله. وهكذا يختلف القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه، ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل، ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل. اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا.
ايها الاخوة الاعزاء، اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله، فان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، تزود من التقوى فانك راحل، وسارع الى الخيرات في من يسارع، فما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. ما دامك لاحد، ولو دامك لمن كان قبلك ما وصلت اليك، ما دامك لاحد. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن ملوك مصر، اسألوا التاريخ عن الحكم الفاطمي والايوبي والارشيدي، اسألوا التاريخ عن الحكم العباسي، واسألوا التاريخ عن حكم المماليك والاتراك وقصة محمد علي، واسألوا التاريخ عن جمال عبد الناصر الذي اوشك ان يقول ما علمت لكم من اله غيري، اين هو الان؟ اذهبوا الى قبره ونادوا عليه، نادوا عليه، اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر؟ واين المذل بسلطانه؟ واين المزكى اذا ما افتقر؟ تساووا جميعا، فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الصرى، فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن اناس مضوا، امالك فيما مضى معتبر، كل من عليها فات، ويبقى من؟ من؟ ويبقى من؟ وجه ربي. كل شيء هالك الا كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. الدنيا لا تساوي شيئا. صف المظالم اذا كانت بينكم وبين العباد مظالم صفوها. اذا اكلت حق اخيك او حق والديك فرده. من في المسلح؟ اللهم وحد قلوبنا، اللهم وحد قلوبنا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامه. يا جبار السماوات والارض، ادعوك وانا صائم، وفي رمضان، وفي يوم الجمعه، وفي ساعه الاجابه، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم احسن ختامنا، وتولى امرنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.